كانت في السنوات الماضية ضمن جداول التلاميذ في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة حصة كل يوم السبت للخدمات المدرسية، حيث يقوم التلاميذ فيها بتنظيف فصولهم وساحات مدرستهم، والغرض منها تشجيع التلاميذ وتعويدهم على تحمل المسؤولية في نظافة مدرستهم وتجميلها على حسب نظام المؤسسة. ونحن كثانوية مسجد النور والحرزان لها نظام خاص، لدينا منظف عام في كل يوم ينظف الساحة المدرسية، ولدينا لكل فصل له جدول للنظافة يقوم بها الطلاب على نظافة كل يوم داخل الفصل. وأما النظافة الأسبوعية فالاتحاد ينظم يوم خاص بنظافة المؤسسة داخل المؤسسة وخارج المؤسسة. يعني بعض التلاميذ يعني شويا يتجاوزوا، خاصة الأولاد شوية يعني عندهم استكبار شوية، يعني ما يقوم ببعض النظافة، يعني كل ذا النظافة خاصة بالبنات، يعني في نواجه إشكالية يعني دائما. ففي ابتدائية الملك فيصل كانت هذه الحصة موجودة سابقا، إلا أنها في السنوات الأخيرة لم تكن كالسابق، وذلك لعدة أسباب. أول كل ما يوم السبت ده على حسب عن النظام الدولة في يوم عند اجتماع عن المعلمين اجتمعوا فوقه، لأن ده يوم قصير، لأن الدوام في يوم القصير ده ينتهي بدري الساعة 10، قال جاته فرصة للتلاميذ عشان ينظفوا المدرسة. بينما جينا في الآونة الأخيرة لقينا إشكاليات كبيرة، الإشكاليات هي معظمة وكثرة الإضرابات، نجي ندخل في أوقاتنا الدراسة ما كانت تقدر ما نقدر نكمل المقررات المطلوبة، خلق بقى تأثير شديد. عندنا من 2017-18 ده جانا قرار بكونه المنهج لابد يكمل، وكيف نكمله ده لابد أوقات الحصة حاليا قاعدين ندخله فوق عن الاجتماع والنشاطات ده نحذفه ندخله الحصص. أما حال هذه المؤسسة فتختلف تماما عن سابقتها، حيث أن هذه البادرة اختفت تماما، ورجح مديرها بأن السبب وراء ذلك هو أولياء أمور التلاميذ. أبا أنا يلدو بس ما قاية بنا كان قاية بنا شغل لقا يبقى عجيل ولدك جناديك اللي يجي سي كلمة أبا نقول لا ما قاية سي وهو يدعو ولا أسكار ما فيه. مهما اختلفت الآراء وتعددت الأسباب، فإن التلميذ هو الخاسر الوحيد لهذه المادة التطبيقية، فعلى مسؤولي المدارس وأولياء أمور التلاميذ وكذا القائمين على التعليم بالبلاد النظر في هذه المسألة وإعادة إدراجها ضمن جداول التلاميذ، لأنها كانت تغرس فيهم حب المدرسة ونظافتها.